أخبار اليوم. قول إيه للرئيس السيسي بعد مرور عام من تولي رئيس جمهورية؟ أقول الله ينصر دينه وينصر على عامل عادي. والله لولا السيسي كانت مصر بقت أسخن من الدول اللي حوالينا. إنما هو ربنا بعته لينا أنقذ مصر، هو السيسي، وربنا يعول إن شاء الله بإذن الله. وأنت حضرتك معاه في الأيام اللي جاية بقى. الله يديه طول عمر وينصره. بس أقول له ربنا يعينه. السنة بتاعتك دي انت حسيت ان انت عملت لنا حاجات اكتر من 50 سنة، وربنا يكرمك يا رب، وقف جنبك ولاد الحلال، وقف جنبك المصريين كلهم، واحنا معاك ومش هنسيبك حتى اخر يوم في عمرنا، وخليك ايدك من حديد مع الناس الخونة واحنا معاك. اطلب منه التعليم بس يبقى احسن من كده، والمدارس تبقى مستواها احسن من كده، لان اهم حاجة في البلد التعليم. طيب يا رب ينصره ويقويه، يقويه على الحمل اللي هو فيه وينصره، ويبعد عنه ولاد الحرام، ويشغل لنا عيالنا بس هاد اللي طالبينها منه. احمدوا الله على العيشه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم عيشتنا بسوريا، يعني احمدوا الله على العيشه. نحن يا ست الكل، نحن نتمنى بلدنا بدها 20 سنة قبل ما ترجع زي كده، زي ما انتوا عايشين دلوقت. بحمدوا الله، يعني هاي المواصلات مأمنة وهي كل حاجة مأمنة. أنتوا عايزين تخربوا البلد بإيديكم بصراحة. أنا ما حدا قايل لي أقول هالحكي ولاش. أهو نحن جايين من سوريا تاركين أراضينا وبيوتنا تهدت، وعملنا هيك جايين نشتغل هنا عمال نظافة، والحمد لله الشغل منوعي. ربنا يعني يوفقه في كل حاجة عملها، وربنا يكرمه باللي عملهن، بس احنا عايزينه ينظر لنا بعين الرحمة ويبص لولاده، الناس اللي مش شعب الفئة القليلة، اللي هو قال الناس أقل ناس في الشعب أنا معاهم. والله أنت اللي عملت كده على آخر مجهودك كده 100 100، وربنا يحرس مصر بخير وكلنا بخير وشعب مصر بخير وبيحبك، واحنا بنريدك كلنا، يعني مش عايزين حاجه منك غير بس ان انت تشغل لنا البطاله، تشغل الناس النايمه اللي كانت نايمه دي ايام اللي عدت دي، ايام الفتره دي ملاها خلاص انتهت. فاحنا هنقول لك ربنا يكرمك وربنا يخليك لينا، وكل سنه وانت طيب. الله يقويك، ده رقم واحد على الشعب المصري. بحب اقول له لسه قدامك كتير، في طلبات كتير مطلوبه منك، يا رب تقدر توفيها للناس. اهم حاجه يعني الناس بقت مطحونه، غلابه كتير، الشباب البطاله، كل ده لسه على كتفه. بس مثلا يعني يقلل من الاسعار، لان الاسعار ما انت شايف كده الايام زادت كتير كمان الايام دي زياده. طب لو حبيت تقول له طلب بسيط للسنه الجديده، نصيحه جديده او رساله جديده من ابن من ابنائك، تقول له ايه؟ نقول له مثلا يعني ربنا يعينه على مصر، ونقول له رب يعني مثلا ربنا يقويه على ان هو يعرف يحكمها، ان هو يعني يبص للشباب شويه يعني، وينهض بالبلد كناحيه الاقتصاد يعني، لان احنا كشباب مش لامسين اي حاجه في خلال السنه يعني، كشباب لسه طالع للدنيا بعد ما اتخرجنا، ما فيش اي حاجه احنا لمسناها في خلال السنه كامله. المشاريع دي بقى امتى الله اعلم. الف مبروك، وربنا يخليك لشعب مصر كل كلنا معاك يا سيس، الصغير والكبير والعجوزه، وكل سنه وهو طيب ورمضان بخير. اقول له ربنا يعينك على شعب مصر. جددت في البلد، هي زي ما هي البلد، كل حاجه الاسعار غليت، كل واحد معاه سلعه بيستغلها، كل مدى الاسعار بترفع، نسبه البطاله زادت، مفيش وظايف، مفيش شغل. ده راجل طيب، راجل يخاف على البلد، وطني، هو ورئيس الوزراء، هو وزير التموين، ناس كلها محترمه، ناس خايفه على البلد. الراجل ده بيعمل البلد كتير قوي، بس احنا مش فاهمين كده، المفروض احنا نفهم. الراجل ده يعني معلش يعني راجل ملوش حل، راجل كويس، بيجري هنا وهنا وهنا في صالح البلد، وبيخلي البلد تطلع. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟